وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. تحول الانسداد السياسي في البلاد إلى حالة من الانسداد المزمن وسط تمسك تحالف أنقاذ وطن بحكومة الأغلبية وتمسك قوى تنسيقي ومن يتحالف معه بتشكيل حكومة توافقية يتزعمها من تتفق عليه قوى المكون الشيعي كلها. ولم تنجح كل المحاولات سواء التي أطلقها السيد مقتدى أو التنسيقي في حل المشاكل، كما لم يفلح النواب المستقلون أيضا. واليوم يتطلع الجميع إلى أن يقدم السيد مسعود بارزاني محاولة جديدة للحل، والتي يبدو أن خطواتها الأولى قد بدأت بالسعي لإنهاء الخلاف داخل البيت الكردي، خطوات وصفها الشيخ الخزعلي بأنها دافع قوي للقوى الشيعية نحو التفاهم، وأنها قد تفكك معادلة التحالف الثلاثي. فهل ستبدأ حلول الانسداد جزئية وداخل المكونات لتتحول فيما بعد إلى حلول كلية؟ وهل سيقبل بعدها السيد مقتدى باحتواء التنسيقي معه؟ أو على الأقل القبول بطلبه أن يكون زعيم الحكومة القادم هو من تتفق عليه كل القوى الشيعية؟ ما نتائج لجوء بعض القوى السياسية إلى استخدام الشارع لتنفيذ أهدافها السياسية؟ لا سيما أن الجميع لديها قواعدها الشعبية الواسعة. هل ستختلف أشكال التحالفات فيما لو انحلت الخلافات بين كتل المكونات؟ موضوعنا اليوم: الانسداد يتأزم والحل قد يأتي من جبل الإقليم، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. انسداد سياسي مستمر، محاولات لفك هذا الانسداد، شفرة المستقلين لم تنفع في فك رمز الانسداد السياسي. وحتى الأمس كنا نستطيع القول بأننا وصلنا إلى طريق مسدود، لكن الأخبار القادمة من إقليم كردستان اليوم تبعث لدى القوى السياسية بصيصا من الأمل. في لقاء متلفز يوم أمس، ظهر الشيخ قيس الخزعلي متحدثا عن البيت الشيعي قائلا: ما يحدث صراع سياسي يدفع الشعب ضريبته، معلنا عن أسباب الخلاف بين البيت الشيعي، وهو بسبب تمسك التيار الصدري برئاسة الوزراء وتسع وزارات مخصصة للشيعة، وأن لا يحصل الإطار التنسيقي على استحقاقه الانتخابي وهو لديه 83 نائبا، كاشفا عن طلب وفد من التيار الصدري 40 نائبا من الإطار التنسيقي حتى وإن كانوا من دولة القانون. عصام حسين القيادي في التيار الصدري يقول أن الشيخ الخزعلي والإطار التنسيقي يريدان أن يدينا التيار الصدري من خلال تفاوضه على الوزارات، فهذا الأمر ليس مثلبة، فكيف يتحقق مشروع الأغلبية إذا لم نحصل على الوزارات؟ والعيب ليس في الحصول على الوزارة، بل العيب عندما لا تستطيع إدارتها. بالمقابل حذر السيد الحكيم من استخدام الشارع للكسر السياسي، مطالبا بأن تبقى الأزمة قائمة في إطارها السياسي بعيدا عن الشارع الذي يراد منه أن يستخدم لضرب الفرقاء بعضهم لبعض. لكن الأخبار القادمة من السليمانية فيها بادرة الأمل، إذ قال رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني أنه تم التوصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي في الإقليم والعراق كافة، وبهذا قد تكون مبادرة التي ينوي الرئيس مسعود بارزاني طرحها تقطع دابر الأزمة وتنهي الخلافة وترى الحكومة جديدة النور بعد عسر في ولادتها. رحبوا معي بضيوفي كل من السيد صلاح الزيني نائب مستقل،
وأيضا الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، وأيضا الدكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للتحليل السياسي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي للدكتور مناف. سيد مناف، إذا نتحدث يوم أمس عن ما تحدث به الشيخ قيس الخزعلي، يعني تحدث أيضا أنه وفد من التيار الصدري طلب 40 نائب من الإطار التنسيقي حتى يكملون العدد 220 ويذهبون لاختيار رئيس الجمهورية، يعني وتحدث أيضا أنه يعني سمعت أنت أكيد خطاب السيد أو الشيخ قيس الخزعلي، يعني وأيضا المقابلة المتلفزة، شلون ممكن نصف هاليوم الوضع اللي مر به، يعني بالتحديد الواقع الشيعي؟ سيفاء بالهداد، جد الترحيب بك وضيوفك الكرام جميع متابعي مشاهدي قناة زاغروس. طبعا يعني ربما من خلال يعني برنامجك الكريم في أكثر من مرة أنا قلت أن التيار الصدري يقدم مشروعا تغييريا، هذا المشروع يتوافق مع مبدأ الانتخابات المبكرة التي جاءت نتيجة لتظاهرات تشرين وضغط المتظاهرين على الكتل السياسية للذهاب إلى انتخابات مبكرة مع الإجراءات الأخرى، يعني تغيير القانون، تغيير المفوضية، تغيير الحكومة العراقية، كل هذه كانت نتائج تظاهرات تشرين. بالتالي اليوم يعني بالتأكيد أي مشروع يصطدم بعقبات، يصطدم بإشكاليات، لكن التيار الصدري ميزته أو السيد الصدر أنه قدم المشروع بخيارين، خيار أن يشكل هو الحكومة أو خيار أن يذهب إلى المعارضة الوطنية. عدم وجود التيار الصدري ضمن الحكومة يلغي مبدأ التوافقية، وبالتالي كأنما ينجح المشروع حتى وإن لم لكن نقطة مهمة جدا، يعني أريد أسأل يمكن السؤال ما وصل بالصورة الواضحة، يعني تحدث الشيخ قيس الخزعلي عن 40 نائب من الإطار، الأربعين نائب حتى لو كانوا من دولة القانون، يعني ليش أخذ 40 نائب حتى لو من دولة القانون؟ وين الخلاف؟ إذا صارت حكومة توافقية. هذا لا لا، ليست حكومة توافقية اليوم. مبدأ حكومة الأغلبية الوطنية هو تطوير الآلية الديمقراطية، تعرفين احنا في كل الدورات السابقة كان هنالك اشتراك لكل الكتل السياسية على أساس الأوزان الانتخابية كما يسمون، لم تكن توجد لدينا معارضة سياسية أو برلمانية. اليوم الهدف هو أنه أولا نوجد حكومة موالاة ونوجد معارضة، تشكلت لدينا يعني نواة للمعارضة من خلال بعض المستقلين، لكن أقول بما ذهبت إليه أنه مجيء 40 نائب هذا ليس بشيء جديد. من البداية التيار نفس الصدري الطرح يعني. لا لا، هو من البداية التيار الصدري يقول أن أبوابي مفتوحة لجزء أمام من نحسن الظن بهم، وهذا في إشارة واضحة أن التيار الصدري هو أراد أن يكون جزء من الإطار موجود فيه. الإخوان قالوا هذا شقل البيت الشيعي، هذا محاولة لشق الإطار، وبالتالي أنا أقول من يبحث عن المصلحة الشيعية أو من يبحث عن مصلحة المذهب أو من يريد أن يصل يعني بأي من الإشكالات الأخرى، أعتقد كان من الممكن أن يرجح هذا الموضوع. بالتالي الموجودون في داخل الإطار اشتركوا في الحكومات السابقة، ربما أغلبهم لم ينجح في هذه الحكومات، كان يترأس الحكومات، وبالتالي كان هو سببا في أزمة الثقة، سببا بالتالي اليوم التيار الصدري يريد أن يجد أي حل من الممكن الخروج عليه والذهاب بعيدا عن ما يطرح دائما من أن التيار يحاول تهميش الإطار أو يحاول أن يستعوذ على السلطة أو يحاول أن كأنما يأخذ الموضوع يعني بكل أشكاله، وهذا الكلام أعتقد غير صحيح. أنا أقول أن التيار لديه مشروع، يهتم بالمشروع أكثر ما يهتم بالحصول على المناصب أو بالحلين. راح يجاوبك سيد عدنان السراج يعني أكيد، لكن بس أشوف رأي سيادة النائب المستقل. أريد أسأل بداية، سيادة النائب بالفعل أكو نواب مستقلين، يعني لو مستقل بالانتخابات دخل بحده وبعدين هو عنده توجه سياسي وأيضا عنده كتلة سياسية. سيفاء، بداية مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وجمهوركم الكريم. طبعا احنا النائب المستقل تعريفا أنه هو اللي نزل للانتخابات فرد مستقل ككيان، مو ضمن كيان حزبي دخل الانتخابات، هذا اولا. لكن خلف الكواليس ثانيا هنالك كتل ناشئه جديده، وجوه جديده شكلوا
حزب جديد، ولادة جديدة لكتل ناشئة، وعندنا نعم. أفراد فرد واثنين وخمسة وسبعة وعشرة. ما اعتبرهم مستقلين بالعملية نعم. السياسية، احنا نعتبرهم مستقلين انه هم شيء جديد مو الكتل السياسية القديمة اللي نعم. سابقة بالدورات السابقة، او ربما حتم عليهم قانون الانتخابات الجديد انه ينزلون مستقلين. لا ما حتى يعني دوائر بالعكس، يعني كان انه الناس تخوف انه المستقلين صعب يصعد، يعني ماكو ناس داعمين إلى، ماكو جهه داعمه إلى، سانده إلى. على كل فرزت العمليه الانتخابيه هذه النتائج، صار هنالك تجاذبات من الجانب السني، المستقلين ذابوا مباشره بعد نتائج الانتخابات ودخلوا مع الكتل السياسيه، وما ماكو شيء وجود ماكو وجود لشيء اسمه مستقل داخل المكون السني الآن. صحيح. الكتل السياسية الكردية ما عندهم مستقل، عندهم كتلة ناشئة جديدة. نعم. وهذه الكتلة موجودة ولها رأيها الخاص بها ضمن الكتل. نجي على البيت الشيعي أو المكون الشيعي، هنالك الكثير من المستقلين والكتل الناشئة. نعم. وينقسمون بصراحة إلى ثلاث أقسام من ناحية الميول والأيديولوجية وطبيعة الناخب والمكان ضمن مكونهم. نعم. فمنهم اللي ميوله تكون قريبه لاراء الاطار، ومنهم قريبه لاراء التيار، ومنهم قريب الى المعارضه، الاغلب قريب الى المعارضه، وما اخذ يقول اني جانب معارضه اذا نعم. في ظل تشكيل الحكومه بهذه الاجواء. وجينا صار المسؤوليه تم رميها على المستقلين من قبل نعم. من قبل طرفي الخلاف، ما نقول صراع ولا نزاع، خلاف، طرفي الخلاف السياسي بشقيه الإطار والتيار، رموا المسؤولية باتجاه المستقلين. وهنا يبين حقيقة أنه المستقلين عازمين وتحملوا المسؤولية، وعازمين على عقد اجتماعات وتوحيد رؤية ما بين ميول باتجاه الإطار وميول باتجاه التيار والمعارضة. لكن سيد وقفة واحدة إذا تسمح لي، يعني نحن بصراحة نشوف، يعني أنا أحكي وقفة واحدة بس اسمح لي، المستقلين فشلوا، يعني فشلوا. أول بس اسمح لي أعطاهم السيد مقتدى الصدر فرصة تاريخية أنه يجتمعون ويشكلون حكومة، ويقدر والتيار يذهب وياهم يعني حتى يشكلون حكومة، ما قدروا هاليوم. ليش ما قدروا؟ ما قدروا، يعني بصراحة نتحدث بكل صراحة. بس اسمح لي، طرحنا رؤية ومبادرة واضحة وتتضمن نقاط جوهرية لحل خلاف كامل وفق نعم. رؤيتنا. احنا مستقلين، احنا مستقلين، بما انه مستقلين احنا نطالب ان تكون مو مجتمعين استاذ عفوا نعم. لا مجتمعين، مو مجتمعين، 46 نائب مجتمعين. ببيان لا مو مجتمعين. بس اسمح لي هسه، يعني شخوص البيان موجوده عندهم نعم. وتعرف التوجه ببيان واضح وامام كل القنوات الفضائيه بالدائره الاعلاميه لمجلس النواب، تم طرح المبادره بعد اسبوعين نقاش بهذه المبادره نعم. بكل فقراتها، ومتفقين على هذه المبادره وعلى اليه الطرح وعلى برنامج حكومي نعم. بعد اكثر من هذا الاتفاق. لكن شنو اللي فشل، يعني فشلكم ان تسوون حكومه او تشكلون حكومه اذا السيد مقتدى الصدر انطاكم ايعاز؟ اذا انتم اتفقتوا وخليتوا اليه للعمل حتى تشكلون حكومه، سيذهب التيار الصدري ب 73 مقعد وياكم. بنفس اليوم اللي طرحنا المبادرة الصبح، مساء السيد الصدر أعلن بأنه هو سوف يتوجه إلى المعارضة لمدة 30 يوم، ومن ثم البيان اللي ظهر به للإعلام نفس اليوم. يعني شنو تقصر؟ ما صار يعني لا نقاش ولا كذا، يعني أن المبادرة رفض ما المبادرة رفضها السيد مقتدى، هذا كلام صح ولا سيد؟ واقع هذا نعم. رفضها؟ رفض طبعا، لانه بس شنو السبب؟ ها؟ ليش شنو؟ ما اعرف، بس هو نعم راح تجاوبني سيد، خليها يمك. لكن بس اسال نقطة مهمة سيدة عدنان في ظل الانسداد السياسي، يعني بعد المبادرات اللي طرحها سيد مقتدى الصدر، المبادرة الأولى للإطار اللي أيضا أنتم كإطار فشلتوا أنه تشكلون حكومة، المبادرة الثانية للمستقلين أيضا فشلوا يشكلون حكومة، اليوم السيد ذهب للمعارضة، يعني قاعد 30 يوم معارضة ينتظر شلون ممكن ينحل هذا الانسداد السياسي؟ اكو بوادر امل واكو اشكاليات. يعني السيد مناف الموسوي تحدث نقاط مهمة جدا، قال لك نحن نريد يعني نكون فريقين، فريق موالاة وفريق معارضة. نعم. فالإطار يمنع عنه، واضح، يعني الإطار هو يعقل هذا الموضوع. بس حتى نقطة، الإطار مع المستقلين، مع من أعلنوا نفسهم هم معارضة. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز مشاهديك الكرام. بالعمل السياسي ماكو فرض إرادات، ماكو تقسيم أدوار. نعم. ماكو واحد عنده أغلبية مطلقة بحيث يستطيع أن يقسم أدوار، يصير يقول لك تروح المعارضة أنا أجي نعم. شكل حكومة نعم. يعني ما يقدر،
اساسا ما يقدر، هو تحالف ثلاثي وما يقدر شكل حكومه. نعم. فكيف اذا هو لوحده يقول لك انت روح معارضه وانا يصير؟ الرؤيه غير شكل. نعم. نقول رؤيه، نعم رؤيه الصدر هاي، ولكن تطبيق الرؤيه هل يمكن؟ لا يمكن، لان لا يمكن. التجربه اثبتت ذلك واضح. نعم. واضح مو من خلال كلامي ولا من خلال الممارسات اللي صارت ثلاث مرات تنعقد جلسه مجلس النواب وما تتحقق الامور. من يصير ثلث ضامن خلص هذا عمل سياسي، هذا عمل قانوني دستوري. ضامن وثلث معطل، هسه احنا معطل ضامن شو اسمه يعني المهم المهم اكو ثلث معطل. المعطل الضامن عنده رؤيه، الرؤيه يريد العمل السياسي يصير بها الاتجاه. نعم. وهذه الرؤيه مالته يتبناها وما يريد ياخذها بعناوين فرض الايرادات. نعم. وانت روح شكل وانا اشكل، هو اصلا ما طرح الاطار في يوم ما تشكيل حكومه لوحده. نعم. ولا طرح مع حلفائي تشكيل حكومه. نعم. للمناسبه لا لم يطرح ولا ان يقبل ان يفرض عليه روح شكل حكومه، هي مو قضيه. نعم. القانون والدستور اذا قال له روح شكل حكومه نعم ينصاع له، اما يقول والله كتلة سياسية يقول له روح شكل حكومة وأنا أعطيك مدة، هذا مو من حق الإنسان أن ينطي مدد. نعم. لتيارات يعني سياسية هي تقرر حدودها. نعم. وتحدد إمكانياتها. نعم. هذا واضح. فلذلك أنا أتصور اليوم تغريدة السيد الصدر الأخيرة اللي قال الثلاثي فشل في تشكيل حكومة واضحة. نعم. بسبب الثلث المعطل، وبالتالي علينا أن نشوف المسارب الأخرى، وأنا راح أظل 30 يوم أو أنطف مجال هاي 30 يوم وانطي يعني مجاني. نعم. نقطة مهمة جدا الشيخ قيس الخزعلي اليوم امس يعني تحدث نقطة، قال لك يعني ايضا التيار الصدري طلب موضوع انه ينضمون 40 نائب حتى لو كانوا من دولة القانون. يعني هذه المبادرة مو جديدة، هاي مو جديدة، لكن هل اقتنع الاطار التنسيقي؟ بس نقطة مهمة جدا انه ينطي 40 نائب يعني حتى يتحالفون ويا التحالف الثلاثي نقطة ويشكلون حكومة واختيار رئيس الجمهورية، وإذا وافق الإطار من يختار ال 40 نائب؟ نفسك يا سيدي، بس نعم من يختار ال 40 نفسك شوية 40 تعال كلكم تعالوا بلا دولة القانون، هاي تصورات، هاي مو بكيف يقرر واحد، يقررها إجماع الإطار. نعم. قانون الإطار هو يحددها، لا تروح 40 لو ما نروح، ليش تروح؟ هاي مسألة سياسية. نعم. مو مسألة يعني أنا وياك نقول نحللها، أعطيني 40 أشكل حكومة. نعم. لا خلوا له بلا نور المالكي، لا مرة نور المالكي اتصل بي، هاي رؤى وتصور يعني مبادرات هو من قبل. نعم. الصدر هسه تنجح ما تنجح هاي شغله مو شغلنا. نعم. من نجي على رافضيها لولا شوف طبعا مرفوضه، الاطار لا يقبل باي صوره من الصور، بسمحني دعيني. نعم. الاطار لا يقبل باي صوره من الصور بهالشكل العام الان. نعم. ان تشكل حكومه الا حكومه ائتلافيه، هي يسموها توافقيه. نعم. غير توافقيه، هي حكومه ائتلافيه. نعم. شئنا ما بينا، حتى الاغلبيه الوطنيه هي اغلبيه ائتلافيه، هي مو طبعا الاغلبيه الوطنيه مو انا عندي 100 و120 مقعد حتى اني للاكثريه واللي يجوني هم اهلا وسهلا بهم، ما يجوني غير معارضه. اني حكومه ائتلافيه صغيره او كبيره. نعم. لكن هاي الحكومه الائتلافيه ممكن تائتلف ويا كتل صغيره، يمكن تجيب مستقلين، يمكن تطرح هذه، نعم مقبوله. هي الاشكاليه فقط 40 نائب؟ ما اعرف هسه هم ايش قد اعداد، شو مشكلتهم وين ما اعرف. هم ايضا السيد صدر طلب من المستقلين 40 بالمناسبه. نعم. هم راد 40. نعم. قال جيبوا 40 مقعد حتى طاموا يعني الفرصه، يعني الاشكاليه بال 40. ما اعرف هسه ال 40 هاي شنو حساباتها، على اساس حسابات ال 220 يجوز هي هاي، لكن واقع الحال احنا نحكي بالواقع السياسي. نعم. حتى هاي المحاولات لسماحه السيد صدر او للتيار الصدري ما افلحت بالنتيجه، ما افلحت تمام. نعم. لولا لا المستقلين طرحوا مبادراتهم المستقله وقالوا احنا مستقلين، ولا الإطار قبل بيها قال احنا عندنا مبادرة وخلينا نقعد بالحوارات. فإذا هذه القضية وصلت هالطريق. هسه الآن اكو أرضية جديدة احكيها صراحة. نعم. السيد الصدر في تغريدته أيضا انطى للثلاثي للكرد وللسيادة انه هم أحرار في ان يتخذون مواقفهم تمام، يعني هم يقدرون يتصرفون اللي يعجبهم. هاي وفرت في الأرضية، شنو الأرضية؟ بدأت اليوم بزيارة نجرفان برزاني لسليمانية نتيجة للنقاشات. نعم. وهو قالها بتغريدة الرجال. نعم. قال الآن الأرضية جاهزة لفك الانسداد السياسي، أرضية جاهزة. زين هسه شلون اتفق ويا بابل، شنو نوعية الاتفاق؟ لا. لكن يعني هسه خلينا نتحدث بكل صراحة، الخلاف الشيعي أكبر من أي خلاف موجود اليوم في ظل تعند الإطار التنسيقي، وفي ظل تعند السيد مقتدى الصدر. السيد مقتدى الصدر يدعو جزء من الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي متمسك إنه ما يذهب إلا الكل، يا ما يشارك. هذا أكو تعند بالموقف الشيعي. شوف مو تعند، شوف شوف سيد عزيز، كل واحد عنده رؤية. شوف سيد عزيز، الشيعة بشكل عام بالتأكيد بالتأكيد الآن من خلال كل هالحديث يظهر انه لابد للشيعة ان يكون لهم مرشح. نعم. رئيس الوزراء.
لابد ان يكون منهم. هسه صدر يقول انا مثل الشيعه، وانت تريد انه الاطار تشارك في هذا الموضوع. انا ما اريد الاطار، انا اريد كل الشيعه بما فيهم المستقلين، لانه ما دام القضيه اخذت مكونات الكردي يرشح رئيس، السني يرشح كذا، خلي يتفقون الشيعه سواء كانوا مستقلين او غير. احنا عندنا 186 نائب شيعي، صحيح. يعني ليس من المعقول انه احنا ما نقدر بالاجماع طبعا اذا متقسمين الشيعه. نقطه مهمه جدا سيدي، يعني دكتور مناف، سيد مناف يقول لك 186 ما معقول نختزلها ب 73 نائب من التيار الصدري وتشكل لي حكومه. انا ايضا كشيعي ما دام صارت هي مكون كردي مكون سني، انا لما اريد مكون شيعي اشارك في اختيار رئيس الوزراء، ما معقول يختزلوها التيار الصدري. اولا هو ماكو مكون شيعي، ماكو مكون كردي مكون سني، حتى ترتب شيء. اي طبعا هسه انا اليوم حتى مع الاتفاق نتحدث عن العرف السياسي. اذا سمحتي لي، حتى اليوم مع الاتفاق انا قبل ان اتي كنت اتحدث مع احد الاخوان القياديين في احد الاحزاب اليوم اللي قاعد تتحاور مثل ما يقول الاستاذ عدنان، فسالته قلت له يعني في حال مثلا اتفقتوا على رئيس الجمهوريه هل سيأتي الاتحاد مع التوافق الثلاثي؟ قال لا. زين هل سيأتي الديمقراطي مع الإطار؟ قال لا. فهذه تحالفات خلصت، هذه ترتبت عليها أشياء أخرى. بالتالي اليوم الحديث يعني بهذا المنطق حديث غير واقعي. نعم. أنا حتى بس أجيب على الحديث مع سيادة النائب. نعم. أولا المسألة ليست بهذا الشكل يا سيد العزيز. المستقلون هم أنفسهم عرضوا على أساس أنهم سوف يكون معارضة. نعم. بالتالي التيار الصدري أراد أن يوضح مسألة أن التيار ليس متمسكا بالسلطة بقدر ما هو متمسك بالمشروع، وبالتالي التيار من الممكن أن يعطي حصته المستقلين لا اليوم ولا باكر ولا بعد 10 سنين، ما من حقهم ولا يقدرون على تشكيل حكومة. نعم. اليوم الإطار اللي وصل للثلث المعطل ما يقدر يشكل حكومة. المستقلين يشكلوا الحكومة. لسه كمل لا ما لها علاقة. هو مو من حقهم يقدمون مبادرة. هذا أولا. إذا خلا كمل لك، لأن هم جو السيد قال لهم تعالوا بكتلة واتفقوا ويا التحالف الأكبر اللي هو تحالف إنقاذ وطن، وأنا أعطيكم حصة الصدريين. مو حصة بقية الشركاء، حصة الصدرين أعطيها لكم. مو يعني المسألة مو مفتوحة، مو بحرية، مو بكيف المستقلين حتى يجون. هذا أولا. المسألة الثانية، المبادرة كانت عبارة عن اشترار لمبادرات الإطار، والبعض يتحدث أن هذه المبادرة كتبت في الإطار وقدمت إلى المستقلين. هذا 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 في الإطار وقدمت إلى المستقلين، واضحة طبعا ما بها نفس مستقل، نفس الأجواء. أنت مو صاحب خيار حتى تجي توفق لي بين الإطار والتيار، احنا ما اتفقنا، أنت تجي توافقنا. أنت اليوم من الممكن أن تكون جزء من حل إشكالية، تأتي وأنت تذهب بتشكيل حكومة. احنا مو مختلفين؟ لا. احنا نقول اكو فساد صار في الادارات السابقه، التوافقيه ادت الى ازمه الثقه، انت اليوم الجديد تعال انت شكل حكومه، بس مو انت شكل حكومه، تشكلها بالتحالف الاكبر لسبب بسيط، انه انت ما راح تقدر توصل للارقام الدستوريه اذا ما جيت ويا التحالف الثلاثي. خلي جاوبك سيد مناف، يعني بعد ما كملت لا مو هاي نقطة، بس انا حتى اطلع يعني لا بس نقطة مهمة جدا، لا بس حتى نقطة انا عفوا سيدي حتى لا تشخصن الموضوع، هذا مشكلة ما عندك سيد نائب حتى لا يشخصن الموضوع، انا اتحدث برؤية يعني اتحدث بالكلام الاخر مو كلام الشخص بالنتيجة. لا لا ما حقدموا مبادرة يعني مو من حقهم طبعا، اذا تسمح لي مو من حقهم. تعرف ليش دكتور؟ بس اذا سمحت لي، لان هم الخيار اللي قدم لهم من التيار من السيد الصدر ما راح يعني مو جو قد مو قد يوم عندهم 40 مقعد، بس اذا سمحت يعني 4 وزارات يا حج انتهى زمن اللي ياخذ 4 وزارات وداعتك وداعتك انتهى هذا الزمن اليوم. بس لا اسمح لي، اليوم في خلاف كبير، الخلاف على اساس المبدا، على اساس توافقيه الذي ادى الى تشكيل ازمه الثقه، وداعتك انت وانت اخويا وانت تعرفني انا داخل وحقك يا دكتور لن تشكل حكومه، والخيار سوف يكون بالغاء البرلمان وذهاب الانتخابات المسلمة، هذا لن تشكل بالنفس اللي تريده. يعني صراحة عندك وقت، عندك بعد عندك ربع ساعة، لا عندي 5 دقائق بعد عفوا، لا عندك ما عندي شوف إلا ربع بعد عندك بعد 5 دقائق. سيادة النائب نقطة مهمة جدا، بس تحدث هل بالفعل أنه المبادرة أو 7 نقاط كتبوها الإطار؟ بس حتى نجاوب
يعني بس كتبوها لو لا 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 حتى تنهي هذا الجدل. خليني احكي لك، مو سهل تنجمع معارضة وميول مع التيار وميول مع الإطار لكتب مبادرة وتكون الإطار كاتبيها. يعني اللي نفس نفس ما طرح الإطار سيد العزيز، نفس ما طرح الإطار في كل في كل الفقرات في كل الفقرات. لا ظهر ما قاريهم، لا شلون ما احترم، لا قاريهم ما قاري المبادرة اصلا. 12 نقطة سيدي، ليس الخلاف بالصياغة، بالنتيجة المبدأ هو انت شيء اخر. شيء اخر، ليش المستقلين مو من حقهم؟ وفق الدعوه، دعوه السيد صدر لا سمح وفق دعوه السيد صدر مو من حقكم. احنا ما لو نؤمن يعني تقرير الصدر السيد الصدر يقول يعني عدم كتابه، لا لا مو يقول عدم، بس لا سمحتي لي سنتيفا السيد الصدر. نعم. السيد الصدر نعم. اعطى امتياز له الى المستقلين، ما قالهم روح كتبوا معارضة. تعالوا وياي. إيه قال ما قالهم كتبوا معارضة. تعالوا وياي. هم غير قادرين على تشكيل حكومة. نعم. اللي يكتب مبادرة يكون عنده القدرة على تشكيل حكومة أو تغيير. لا لا لا. من حق أي شخص ومن حق أي نائب أنه يطرح مبادرة هو ضمن هذا المكون اللي نعم. موجود داخل مجلس النواب، إن كان فرد أو مجموع أو كتلة سياسية، إن كانت صغيرة أو كبيرة. نعم. رأي أنا اليوم كمستقل لو أؤمن بحزب معين كان رشحت وياه. نعم. ليش أنا رأي مرشح مستقل؟ أنا إلي رؤيتي الخاصة، رؤية المستقلين أخي رؤية واضحة، رؤية لتغيير واقع، رؤية لإنقاذ بلد، وهذه الرؤية لن تتحقق بشيء منقوص. نعم. اليوم نعم والله أنا أؤمن بحكومة أغلبية، بس بنفس الوقت أؤمن أنه يكون للمعارضة دور رقابي. ليش قال لك كتبة بالإطار؟ لا لا اسمح لي، هذا رأي الإطار أخي، هذا المنطق أخي، هذا المنطق. اليوم السيد الصدر مثلا قال أنا أريد معارضة، واجبنا أنه نمكنه بالمعارضة. نعم. الإطار قال أريد معارضة، واجبنا نمكنه بالمعارضة. اليوم رغم ذلك إحنا طرحنا، ليش أقول لك ما متمعن بفقرات المبادرة؟ نعم. إذا تلاحظ النقطتين الأخيرة شنو بالمبادرة؟ قلنا إحنا رغم أنهم قدمين هاي المبادرة، نعم، لا مانع لدينا ان نكون بالمعارضه كمستقلين. احنا يعني لكن احنا هاي رؤيتنا. السيد مقتدى الصدق قال لك تعالوا معنا، احنا ما نروح ويا طرف، احنا ان رؤيتنا الخاصه، احنا ما نمشي برؤيه غيرنا. ممكن تقول ان راينا السيد التيار سيد العزيز، التيار لهم رايهم. تتحدث عن تشكيل حكومه، بس اسمح لي، بس لا اسمح لي، التيار لهم تتحدث عن اليه تشكيل الحكومه، بس اسمح لي، نوع الحكومه، اليتها، برنامجها الحكومي، التيار الى رؤيته والاطار الى رؤيته. احنا ان رؤيتنا، صح، احنا رؤيتنا لرسم استراتيجيه السياسه، السياسه العراقيه لخصناها بسبع نقاط. سبع نقاط، مو لغرض هاي الحكومه، وانما رسم خريطه للمستقبل. وافق الاطار، وافق طبعا، وافق الاطار اصلا كان يريد، يعني انتم كاتبيها؟ لا احنا الاطار، الاطار يقول المبادره قريبه من طرحنا. نعم. احنا بالنسبه للاطار وما اعلن انه انا موافق، ولا قال لكم صلاحيه، ولا قال دافع عنها، دافع عنها طبعا. نحترم رأي المستقلين. اليوم مستقلين من صاروا هم في الطرف مهم. واحنا كنا كسياسيين كإعلاميين نركز على نمو طبقة المستقلين، نموه وتطورهم. احنا هاي وين الإشكالية؟ يعني ليش بس الإشكالية يتحدى سيادة النائب؟ لا بس نقطة خليني أسأل، سيادة النائب يقول لك بعد ما طرحناها الصبح بالليل انسحب السيد مقتدى، شنو الأسباب؟ هو السيد مقتدى سيد منافي يتحدث نقطة مهمة يقول ما لا لا مو بالليل، قبلها أحد نواب التيار. نعم. مجرد إعلان دعوة السيد مقتدى. نعم. للمستقلين بأول مرة، دعوة الإطار. نعم. للمستقلين، ومن ثم أعتقد نفس اليوم. نعم. دعوة السيد مقتدى. إحنا صرنا أمام محك، أمام الجمهور. نعم. يعني لازم نجتمع ونطلع برؤية. نعم. لازم نتحمل مسؤولية. نعم. مسؤولية وطنية، مسؤولية بس أمام جماهيرنا. السيد مقتدى مو كان هذا قصده، بس اسمحي لي، لا لا ماكو ملاحظة مهمة، تعال وياي بعدنا ما قاعدين. هذا سيد مناف، صح، بعدنا ما قاعدين كمستقلين، واحد الاخوه بالتيار الصدري صرح قال قسم من الاطار المستقلين بلغونا انهم معارضين للحضور وبالدعوه، ما قاعدين بعدنا اصلا، وهذا. نعم. تم اعلانه قبل جلساتنا، ومع ذلك مضينا وعازمين انه هاي المبادره تاخذ شكلها الحقيقي. نعم. واذا تركز على نقاطها هي حل امثل لرسم طريق.
طريق خارطه جديده حسب رؤيتنا حسب رؤيتنا ومتمسكين بهذه الرؤيه. شوف سيد عدنان، شوف سيد عدنان اليوم السيد قال يا جماعه تعالوا احنا ليش بناخذ تغريده السيد صدر في نظرة المستقلين؟ نعم. يقول ما استطاع المستقلين وهيك بالتغيير مالته. نعم. ويشير الى انه لن ينجحوا في ان يكون كذا، ضد المعطل صار كذا، فانا احنا ثلاثه ما راح يقدر يشكل حكومه. بس ليش احنا نتعب روحنا؟ اليوم يدعوهم السيد صدر تعالوا انضموا لنا، هم احرار. هم مثل ما السيد الصدر قال للاطار تعالوا ويانا ما عدا الحلف، قالوا ما نقبل، تعال 40. يعني هذه دعوات مو بالضروره. نعم. مو بالضروره يستجيب لها النائب او الكتله او الكذا. اليوم زين السيد صدر قال مو مستقلين يجتمعوا، هم الناس اجتمعوا، اللي طار قالهم يابا تعالوا، قالوا احنا نجتمع نقرر واتخذوا مبادره تتناسب مع استقلاليتهم. سيد احنا لازم ندعم هذا التوجه. اليوم انا اقول مستقل، انا لا اسمع منه ولا اسمع منه، لان طرفين صاروا طرف سياسي، خليهم يشوفوا مبادرتهم. نعم. اسمعني يا عيني. نعم. خلينا نشوف مبادرتهم، اذا كانت هاي المبادره فعلا مضره للعمل السياسي يقولون هاي مضره. شلون شايفيه المبادره؟ انا اشوفها يعني قريبه الى الواقع الموجود. قريبه الى الاطار. قريبه الى الاطار؟ اي طبعا الاطار يريد المستقل. نشوف الاطار تروحته يريد رئيس الوزراء. يعني شوفي الاطار بالنسبه الى اكو نقاط خلافيه هوايه بيناتنا، بس النقطه الرئيسيه اللي احنا متفقين عليها مواصفات رئيس الوزراء وان يكون من المستقلين. نعم. هم ايضا هاي نفس القضيه، فاحنا نتفق وياهم بهذا الموضوع، نمشي وياهم بهذا الاتجاه. ثانيا احنا اثنيناتنا. نعم. الاطار والتيار انت قيمه نيابيه وانت. نعم. قيمه سياسيه للمستقلين تمام ولا. نعم. وانطاهم امكانيات انه يلا لانه الجو لكم. خلينا نشوف. لا لا دكتور عدنان، يعني المشكله حتى رؤانا ماكو. نعم. المختلفه المشكلة، يعني انه احنا ما نستوعب هذا. السيد صدر حينما توجه الى المستقلين باعتبار اليوم ان المستقلين حتى اللي كان منهم ويا الحزبيين. نعم. بس رشح بوحده، بالتالي هو يفترض اقرب الى الجمهور، يفترض هو اقرب الى القوى الشعبيه، يفترض هو اقرب الى لا بس سيد محل. سيدنا اذا سمحت لي سيد محل اليوم نتحدث طبعا سيد حبيبي تاج راسي. السيد من دعا المستقلين. نعم. بس اسمح لي الله يخليك. نعم. النظره مالته شو يريد منهم؟ بس اسمح لي يريد يسوي 220، ليش ما نكون صريحين؟ نعم. اسمح لي يا تاج راسي، يريد يمشي الثلاثي. يعني تتحدث. نعم. يكمل عدد، هذا كلامك طبعا 100%. شنو جايبهم شنو يتونس عليهم؟ شنو المشكله؟ يا سيدتي العزيزه اسمعني، ها المشكله هنا المستقلين ما يريد يصيرون جزء من ثلاثي. يعني ما يريدون يكملون عدد؟ طبعا من حقهم. طبعا يعني فشل الموضوع، هذا ما يحتاج مبادره اذا سمحت لي. فشل الموضوع، الموضوع اساسا لفك انسداد سياسي. احنا حتى نفك انسداد هم ليش ما انضميتوا؟ ليش ما اجيتوا؟ هم حكومة دكتور عدنان اذا سمحت لي. ايه؟ انا اتحدث اقول يعني اليوم المستقلين اعطاهم السيد الامتياز الاكبر. لا مو شرط، مو ضروري. لا مو ضروري. لا منو قال ضروري؟ مو ضروري، مو ضروري. هم الناس عندهم رؤى، عندهم رؤى، عندهم رؤى باداره الحزبيه. انا ما جاي على مصلحه، انا جاي افق رؤيه، انا ما اريد احقق مصلحه. هو ما جاي يريد سيدنا العزيز يتصور. انت تاتي لحل مشكله، مو تاتي على رؤيه. انت اليوم العراق في ازمه، اليوم نحن امام وضع خطير، امامنا اشهر حاره جدا، من الان بدات الكهرباء يعني بالانقطاع، اليوم امامنا ارتفاع في الاسعار المواد الغذائيه لحد هذه اللحظه، عدم تشكيل حكومه يدفع ضريبته المواطن مو سياسيين، بالتالي انت يفترض تكون اقرب للمواطنين في حل المشكله. هذا اللي اقصد به، اما ان تقدم مبادره لن تكون هذه المبادره. احنا اقرب للمواطن، واحنا ولاده المواطن، انتخبنا وفق اسس يطمح انه نقوم بتغيير. هاي الطريقه مو تغيير، احنا ما نؤمن بها. بس طبعا مجددا شلون راح نحل الانسداد السياسي؟ ما راح نحله، وهذا اللي اقول عليه. ما هي المبادره عدم حل؟ اذا سمحتي ما راح نطلع به النتيجه. المبادره حسمها سياده النائب، قال لك السنه حسمها موضوعهم المستقلين وراحوا. المبادره عدم، المبادره عدم حل، المبادره عدم حل. وبالتالي نعود الى الخيارات الاخرى. الخيار الاول خروج عوده المتظاهرين الى الشارع، وارغام النواب اليوم على الذهاب الى حل البرلمان الذهاب للانتخاب. شنو السداد موجود؟ لا السيناريو موجود مع المتظاهرين. طبعا جاهزين. هذا من يعني من يعني اول جاهزين المتظاهرين موجود. هذا جاهزين ما يحتاج. اذا سمحتي لي الاوضاع الموجوده هي راح تجبر اليوم. لا والثاني خلاص المتظاهرين. ثاني شنو الموضوع الثاني اللي اقوله اليوم، وانا هذا اتحدث عنه، انه جزء من المستقلين يتحدثون اليوم
هم مو مع، على العكس مع تشكيل حكومة ومع حكومة الأغلبية الوطنية امتداد ومع ومع الذهاب إلى ومع حضور الجلسة. هذا يعني هذا باقي. النقطة السيناريو الثالث اليوم قد يكون من كردستان، يعني الوصول الاتفاق ما بين الحزبين قد يحسم الموضوع وينتهي المسألة، يتم اختيار رئيس الجمهورية. بس نقطة مهمة قبل ما تغادرنا سيد مناف، هذه النقطة كلش مهمة. إذا حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يعني مسألة رئيس الجمهورية، راح تذهبون أنتوا كشيعة تشكلون حكومة وتختارون رئيس وزراء بعيدا عن الإطار؟ لا بس في، في تلك الساعة سوف تتغير كل الآراء. هي اليوم ممكن تغير. خلاص هذا؟ شوف بس حتى تذهبون بعيدا عن الإطار؟ قبل لا أطلع أخذها من عند معلومة. نعم. أنا في أشخاص بي اتصلوا شخصيا. نعم. أرادوا أن أدخل بوساطة لم أتدخل بهذا الموضوع للذهاب الى الثلاثي. اليوم الاطار ترى مو كل الموجودين بي راح يكون على نفس الشيء. خلي افاجئك بشيء، بس اسمحي لي، لا لا رجاء انا عايز اسمح لي اكشف لك سر من اسرار المستقلين. مبادره المستقلين كانت تحمل عنوان، وبعدين احد الاخوه اقنعنا من المستقلين قال هذا يجوز تصعد من الموقف، فخلينا نخليها مبادره. نعم. أغلب المستقلين متفقين على أنه تسمية المبادرة تكون الحل أو الحل، واضحة؟ الحل أو الحل، أو الحل البرلمان، الحل أو الحل، أي حل البرلمان جيد. وهذا هذا السيناريو الأول تحدثت فيه، يعني أنا متفق وياك في هذا المجال. ليش نقول الحل أو الحل؟ ليش نقول الحل أو الحل؟ نعم، لأن إحنا راسمين خارطة نعتبرها الأخيرة، إذا ما مشت معناته ذاهبين بالوضع الآخر. شكرا جزيلا سيد مناف. ما نذهب إلى خيار الشارع. نعم، خلينا نشوف رأي الدكتور عدنان السبعي. تفضل دكتور. غادرنا سيدنا. يعني أنا بالنسبة لي كل تحليل سياسي لا يستند على معلومة دقيقة. نعم. وأسلوب دقيق ما نطلع النتيجة. أحسن. يا أما إحنا عندنا معلومات حقيقية، يعني أنا إذا إطار إذا المستقلين يكتبون يقولوا لا أحد كاتب، هو واحد من المستقلين قاعد بصدره. نعم. يقول لا مو انت كاتب، شلون يعني شلون هذا شلون راح انا افتهم منه؟ شنو الاستفزاز اللي انه يقول مو انت كاتب؟ لا مو صحيحه. لا لا شوفي، اليوم طبعا اليوم اي شغله ما تسال على معلومه، زين اذا هو مصدر المعلومه يمج او مصدر المعلومه موجود، انا قريب انا يم فلان ويم سيدنا والمالكي ويم فلان، يعني نلتقي ونشوف ونسمع زين وناخذ المعلومه نستند عليها. هاي وحده. ثانيا الواقعيه ست هيفاء، انت معلمه يعني بهالمساله مو جديده. نعم. من القديم كم سنه صار لك بالاعلام؟ معقول احنا بالسياسه ما نفهم شلون تبدي اللعبه وشلون يصير التفاهمات؟ نعم. يعني لكن بس لكن نقطه مهمه جدا، انت تتحدث عن اللعبه السياسيه اليوم، هذه الانتخابات 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 اللي جابت هذه الكتل والاحزاب السياسيه هي انتخابات مبكره، يعني هي وضع كان متازم بالشارع يا سيد عدنان. ما تغير كل شيء، ما تغير كل شيء، ونفسهم التشرينيين صاروا قسم مستشارين، وصاروا قسم حزب الامتداد وانشق الان، وصاروا ما ادري وين، وصاروا احزاب ناشئه. هذه خلينا احنا كان املنا فعلا، انا شخصيا بهالعمر اتمنى كان يصير في الطبقه من الشباب الجيل الحقيقي المستقل او غير مستقل، المهم عنده رؤيه جديده. نعم. وهاي الرؤيه الجديده تنمو، هسه اليوم بدت ب 40 باكر تصير 100، وتدعمها القوى ويصير لها وجود، واذا ثبتت وجودها بالساحه من خلال مبادراتها من خلال اطروحاتها الكل راح تأيدها. لكن بعد 30 يوم وين رايحين؟ اسمعي اختي العزيزه، انا اريد اقول لك بشكل التالي، احنا لو نتكلم بواقعيه لو لا، الان السيد الصدر بذاته يا عيني هنا مع الاسف بعض المحللين. نعم. الداعمين للتيار الصدري، مع احترامي وجود احترامي لهم، الان يركزون على قضيه هو سماحه السيد الصدر في تغريدته قال الثلاثي لن ينجح في تشكيل حكومه لسببين، اول المستقلين ما جوي، ثانيا الاطار الاطار المعطل يسمى لن وقف العمليه، فاذا احنا لازم نشوف وضع بديل. اخر مو شيء، وانطى نفسه فتره، فاحنا اذا امام واقع جديد، واقع لن تستطع الحكومه بجهد سياسي للاطار الضامن، لان عنده رؤيته انه هاي الثلاثي لا يمكن ان تتشكل بهذا العنوان. نعم. تهميش الشيعه واقصاء الشيعه لا يمكن ان يتم بهذا الشكل. نعم. لا يمكن تشكيل حكومه بهذه الطريقه، لا يمكن استحواذ على الدوله بهذا الشكل، لا يمكن جبر الانسان الذهاب للمعارضه بهذا الشكل. هاي رؤيه لسياسيين مو اني، رؤيه سياسيين عندهم جمهور، عندهم كل شيء عندهم. نعم. زين استاذ خلينا نحكي كل شيء عندهم، لكن السيد مقتدى هسه راح للمعارضه، مع احترامي لسماحه السيد مقتدى، يعني السيد مقتدى شكل والمحللين يقولون شكل، لا بس هسه الجو خلى، يعني السيد مقتدى راح للمعارضه قال لك انا 30 يوم شوف احنا للمعارضه، انت انا شخصيا اوجه نداء الى سماحه السيد صدر والى كل التيار،
أن ينضموا إلى الشيعة من أجل تشكيل الكتلة الأكبر والبدء بعملية حقيقية. أنا أريد أغلبية سياسية وطنية خليها على الوجبات الجاية. خل تنحل على الأقل تقدير جمهور الشيعي شوية اطمئن، لأن جمهور الشيعي الآن هم قلق، هم بيني وبينك الوضع العام بالشارع قلق. عندنا مثل ما يشوفين الحر والمشاكل، وهاي قضية الفلوس وقضية هاي كلها مشاكل يتحملها الإنسان. فعلى مود انه نحل هاي الاشكاليه واحده بس. انا اتصور، انا في تقدير اقول بكل صراحه، الان راح يجي الحل من اقليم كردستان بكل صراحه. الان الارضيه جاهزه، بس نقطه مهمه جدا، احس نتحدث عن الارضيه الجاهزه، اذا جاء لنفرض اجى الحل من اقليم كردستان وانتهى الموضوع، بهذه الحاله انه انقاد وطن راح يذهب يختار رئيس جمهوريه، وايضا السيد مقتدى راح يذهب يختار رئيس وزراء، ايضا ما راح يكون هناك توافق شيعي. لا هي ما راح تصير. شوفي لا، مو هذا الموضوع اساسي الاشكاليه وين يعني بين الاتحاد. انا في تقديري الثلاثي يبقى ككيان، يعني قصدي يقول لك والله ثلاثي حديدي كونكريتي، وصلنا الى ثلاثي بس زين. هسه هذا الثلاثي كي التشكيلات، كي التشكيلات اطار خب يبقى اطار، بس بنصير تشكيله اخرى او عمل سياسي اخر خب تمشي الطرق به تمام ولا لا؟ اقول لك الثلاثي اصبح ما عنده امكانيه يحقق شيء. الثلاثي وصل الى نتيجه خلاص. هذا وضع لا المستقل لكن الجوي، لكن يختار رئيس جمهورية يعني راح يكمل العدد، بس اسمح لي راح يقدر يسوي شيء. هسه احنا خلينا نحكي بالواقع، راح ايضا نبقى اني جيت ركضت وصلت هالنقطة حول اختيار رئيس الوزراء، لو تبقون الكاظمي منا سنتين يمشي الوضعية وينتهي كل شيء. اعتقد قسم من القوى السياسية الشيعية بالذات ما فيهم يعني التيار الصدري يمكن يرغب ببقاء الكاظمي لفترة طويلة. احنا لا نرغب بذلك، نرغب بتشكيل حكومة وايضا في نفس الوقت تشكل الرئاسات وتمشي الامور طبيعية. او هسه السيد الشيخ الخزعلي خو هم رؤيه اطاريه من يقول ترى اذا الامور مشت راح نروح لحل البرلمان مثل ما تفضل، لو حل تمام لو لا. فاذا خلي اقول شاب بكل صراحه، اليوم اذا احنا نمشي بهذه العقليه انه ثلاثي راح يشكل ثلاثي زعيمه سماحه السيد الصدر قال ماكو مجال. زين صارت رؤيه جديده حتى تتعزز هاي الرؤيه الثلاثي؟ ما صارت. المستقلين اصروا على مبادرتهم تمام. الاكراد لا الان بدوا حركات تختلف عن ما سابق. خلينا نشوف سياده النائب. تفضل سياده هيفا. يعني احنا كمستقلين اجينا من نختلف مجيئنا لمجلس النواب عن الكتل السياسيه، احترامنا طبعا لكل الكتل السياسيه. اليوم احنا جينا من معاناه الشعب، فشيء مختلف عما موجود بالساحة من العملية السياسية. فكيف لنا أنه نمضي بشيء إحنا نشوفه بهذه الآلية؟ ما ممكن. شنو الآلية؟ مع الإطار، مع الإطار أو مع التيار. وأنا قلت أنه توجه أغلب المستقلين بهذه الطريقة نحو المعارضة، ولكن رمي الكرة في ملعب المستقلين من قبل الطرفين المعادلة خلانا أنه نجي ما نكون طرف. وبمبادرتنا إحنا ما قلنا مع طرف، لا مع تيار ولا مع إطار. احنا هذا مجموع مستقلين، تشكيل كتله لغرض تشكيل حكومه، دفع ما موجود للانسداد. وكذلك بعد ما رايحين ويا احد، احنا النواه واللي يحب يرغب يجي ويانا. يعني حتى بطرحنا ما رايحين ذاهبين مع طرف. اذا تسمح لي احنا اليوم اليوم كتله امتداد بالكره في مكان. لا بس احنا وياكم، روحوا احنا وياكم، ما عندي انتم روحوا بالمبادره احنا ندعم مبادره. انا قصدي الطرفين يقولون المستقلين، واليوم الشارع ينظر انه المستقلين باقين. وصار ترويج مع الاسف لكثير من وسائل الاعلام وكثير من الجهات السياسيه انه المستقلين ما عندهم رؤيه، المستقلين ذاهبين هنا وهناك. هذه رؤيتنا، وهذه رؤية لها وزن ولها إيقاع. يعني إحنا كمستقلين سبع نقاط من إجينا يومية للأربعة الصبح إحنا قاعدين كمستقلين وكتل ناشئة. اليوم امتداد وإشراقة كانون جيل جديد. لا امتداد وإشراقة كانون واللي متحالفين مع الإطار تصميم وكذا، وإجينا معارضة وميول مع إطار وميول مع تيار. إجينا كليتنا توحدنا وطلعنا بهاي الرؤية. ليش؟ هذا نشوفها حل أمثل. حل أمثل يعني نقاط مدروسة. ويعني أنا أشكل حكومة أغلبية ماكو معارضة. شنو المعنى؟ قال لك فشلت هذه المبادرة خلاص فشلت. السيد ذهب إلى إحنا علينا إحنا متمسكين بها. لا متمسكين بها ولا تزال مطروحة. وأعتقد أعتقد مستقبلا الرجوع لهذه المبادرة. بس أنا أقول من يرجع لها؟
كل الاطراف اعتقد مستقبلا تؤمن بهذه الرؤيه. رجع للمبادره هسه بعدها خيار له للتيار يعني بعد ما نعرف. سيد سيفاء يعني هل من المعقول سياسيا نعم بس نقطه مهمه انا اقول لك قوه سياسيه انه مو من حقكم انتم تكتبون المبادره ابدا سيد سؤال. لا لا ما ممكن هل يمكن انا تفاجات في الطرح السياسي كله مو من حقكم انه يفرض انسان روح انت للمعارضه انت تعال جيب 40 انت هاي وين موجوده باي عالم؟ لا لا في اي مكان بالدول هاي المتخلفه والمتقدمه وين اكو هيك شيء؟ يعني السياسه لها بس نقطه السياسه بها اليات وبها اسس وبها قانون وبها دستور لازم. لكن احنا اليوم امام لغه الارقام اكو كتله فائزه بس تحت قبه البرلمان شلون تكسبيها؟ الاطار ليش نجح؟ الاطار ليش شكل الحكومه بالطريقه اللي انا اريدها؟ الاطار سوى نزل مسلحين قتل الناس بالشوارع لو اشتغل سياسه. نعم شلون قدر يعطل الامور؟ شلون قدر يوقف؟ شلون يعني شلون قدر الان يقول لك هذا المشروع مو صحيح للبلد؟ انا رؤيتي للمشروع هذا شلون غير سياسي نشتغل يعني؟ لكن اكو هناك ربما راح تكون وفود او لجان حتى تجتمع بكل الكتل والاحزاب السياسيه لحلحله الانسداد طبعًا السياسي. طبعا اكو وفد كردي اتصور يجيها ممكن اكو وفد كردي راح يقوم بدور كبير. سيد فاضل ميران يقوم بادوار مهمه وايضا السيد نجفان برزاني يعول عليه دور مهم ورجل هم ايضا براغماتي ويعمل بشكل صحيح. وايضا اعتقد الحركه الجايه لان حتى لن نسمع المبادره الكرديه شنو هي بس لكن ما قاله نجرفان اليوم سيد نجرفان برزاني اليوم انه هناك ارضيه جاهزه لفك الانسداد السياسي وهذه بمقدار تستلم هذه العبارات بنوع من الجديه. نعم هذا شيء ايجابي يعني وصلنا للحل الكلي؟ ما اعتقد بهالسرعه. نعم ما اعتقد بهالسرعه هناك مع الاسف الشديد اكو دعوه لتظاهرات وهي دعوه مغلفه بعناوين ثوره الجياع. واعتقد هذه الامور يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار انه هذا ليس بعمل سياسي ارباك الساحه والتهديد بالساحه هذا ايضا عمل ليس من صالح العمل ليس من صالح الشعب العراقي ولا من صالح مستقبله. نعم يعني اتوقع السيد النائب الحلول الجزئيه ربما توصلنا الى الحلول الكليه. يعني ماكو حلول جزئيه توصل يعني اليوم احنا احنا نؤمن كمستقلين يا اما يكون حل جذري انا قلت لك الحل او الحل او نحل مجلس النواب ونرجع من جديد افضل من مجلس النواب افضل احنا دعوتنا هاي افضل دعوات يعني دعوات اعلاميه لا مو اعلاميه حقيقيه واقع وحكينا بهذا الموضوع افضل مما ندخل بصراعات اخرى ونجي ان احنا نباوع على معاناه الناس معاناه الشارع اليوم ميزانيه ماكو معطله الموازنه ماكو الوزارات مشلوله اليوم احنا عندنا ازمات عندنا ازمات كهرباء عندنا ازمه مياه خانقه هاي الازمه مال المياه شنو الحلول ماكو حلول ماكو حلول لان معطله كل شيء معطل يعني الحلول الجزئيه ما راح تحل لا ما تحل ابدا ولا حتى القوانين الجزئيه ما تحل ما ممكن قال له كل الحجج تسقط يعني الحجج السياسيه كلها تسقط الان بدون بالامر الواقع الان الامر الواقع هذا 7 اشهر صح يعني 7 اشهر رحم الله والديك قبلها 8 اشهر طلعوا دوله ثانيه لا تنسي 8 اشهر يلا رجع لي حيدر عباد 8 اشهر يومين حاسبها بس بعدنا وصلنا للرقم القياسي لكن كانت حلول جذريه اي بس ما كان اكو شيء خلاف نعم كانوا شيعه اكو مني واحد بيناتهم يعني قريبين للرؤى كانوا اما الان مع الاسف الشديد اكو فد تباعد يعني كل المحاولات فشلت واليوم لازم يصير فد شيء جديد محاولات ما فشلت بعد لان لحد الان انا قصدي المبادرات اللي 40 نائب ياتي من الاطار حتى يذهب هاي دعوه جديده هي نفس الدعوة القديمة لكن اليوم حتى سيد الصدر التغيير يعني الأخيرة غير شكل شنو؟ التغيير الأخيرة مال راح 30 يوم و لا بعد 30 يوم يعني إذا يأتي 40 نائب انطوا 15 يوم للمستقلين هم ما صارت مو هيجي؟ أول شيء 40 بعدين 30 بعدين 15 نعم فما صارت كلها الآن لابد أنا أتوقع الحل راح الحل راح يجي من إقليم كردستان في تقديري يعني مو الحل حلحلة الحل يعني حلحلة الوضع الصور راح يجيب هناك اعتقد انه حتى السياده لهم وجهه نظر جديده يعني ما اعتقد السياده باقين على نفس وجهه نظرهم السابقه التمسك الشديد ماخذين منصبهم اكيد اكو ماخذين منصبهم بالضبط هم في الرياح الان نعم هم ما عندهم مشكله ومسيطرين على الوضع بشكل عام بس اكو خلخله في صفوفهم قد يكون هم ايضا اسباب خروج مشعان يعني هاي الاشياء قاعد تصير ممكن تعطي نتيجه وانا بالتاكيد اشوف سيد مسعود برزان له تاثير على سيد حلبوس يعني نعم مؤكد يعني اي حل يجي من السيد مسعود بالتاكيد السياده يعني السيد حلبوسي يتفق مع السيد مسعود نعم في تقديري بالختام اريد اخذ كلمه من سياده النائب، سياده النائب يعني يا الحل يا انه نحل مجلس النواب هذا هو النهايه هذا عنوان القديم عودة راح يترضون عليه يا جماعه هذا قال شناه قال شناه كمبادره انه بالبدايه انه اما نوصل لحل حقيقي
نعم مو ترقيعي او افضل يكون حل المجلس. نعم بس تتوقع الايطالي ما يقبلها لسبب واحد. احنا هذا رؤيتنا لسبب واحد ان الايطالي ربما اليوم حصل على هذه المقاعد بالدوره الجايه ما يقدر يحصل لا على لا حصل اكثر لا بس الايطالي يقول لك حل البرلمان يسبب مشاكل لا يمكن السيطرة عليها يعني إرادة مدة طويلة إرادة استعدادات طويلة إرادة تغيير القانون إرادة نعم. أمور لوجستية نعم. وأيضا الشارع ما يتحمل يعني يتغير لا بد يتغير القانون نعم. لأنه المحكمة التحدي قاعد تغير القانون نعم. تفوتهم نفس القانون نعم. فلازم يتغير القانون ولازم الاستعدادات اللوجستية والعمل يعني طويلة في السنتين وهم أيضا ما يريدون يقول الوضع بهالشكل من هالباب اما من باب اذا لا الامور سهله وسهله ليش بيحلوا البرنامج؟ ننتظر حلول ان شاء الله ان شاء الله بالقادم من الايام. وبالختام عندي كلام، الحديث عن العمليه السياسيه اصبح ممل، والله ممل ومزعج جدا، نتحدث كل يوم ونحاول البحث عن حلول ونتمنى نطلع بنتائج، لكن النتيجه الخلافات تتعمق بالزايد وكأننا عايشين بمساحه من العالم اشبه بنظام الغابه، علما انه احنا من اول البلدان اللي اسست القانون ومن اول البلدان اللي حاضنت النشاطات السياسيه، بلد عمقه الاف السنين ويعيش اتعس حالاته، بلد مليان نعم وطيبات وعايش مسكين، بلد اسس القوانين والفوضى بي وصلت الى اشد مستوياتها، بلد مليان بالطاقات والشباب وهو يعتمد على البضاعه الاجنبيه بكل احتياجاته، كل هاي نتاج عمليه سياسيه بنيت على اساس مو صحيح، اساس هش مليء بالخلافات والتقاطعات، وخاف يجي يوم يضيع هذا البلد. اي والله يضيع هذا البلد ونتندم على كل شيء. اتمنى يتعظ بعض السياسيين وينتبه لهذا البلد. تصبحون على وطن امن. في امان الله.